بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل ما ذكره أبو الوليد الباجي في وصيته، ونحاول أن يعني في هذا الوقت مدة ساعة لا ربع نقرأ أكبر قدر ممكن من هذه الوصية مع التخفيف في التعليق، حتى يكون سماعنا لأكبر قدر مما كتبه أبو الوليد الباجي. فيقرأ الأخ ويسرع في القراءة أيضا حتى نكمل أكبر قدر. تفضل. طبعا بدون العناوين مباشرة، لأن العناوين أصلا ليست هي من الوصية وإنما هي من وضع الكاتب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستدامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها وآدابها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. إذن أيضا هنا عندما ذكر الصلاة لأهميتها فإنه فرع على هذا الركن، طبعا ابتدأ بعد الإيمان وما يتعلق بالعقائد، فابتدأ بما يتعلق بالشعائر، وأول ما يذكر بعد الإيمان شعائر الدين، وأول شعيرة تذكر بعد الإيمان الصلاة، فابتدأ بها رحمة الله عليه. وأيضا الصلاة هنا بين قضية أن المطلوب الإقامة، والإقامة تقتضي أداء على الكمال، فبدأ يبين لولديه كيف يكون أداء الصلاة على وجه الكمال، ثم انتقل إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الزكاة، فقال: ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها ولا يبخل بكثيرها ولا يغفل عن يسيرها، ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له، ولتعطى بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وتدفع إلى مستحقها دون محابة ولا متابعة هوى ولا هوادة، إلى مستحقها دون محابات ولا متابعة هوى ولا هوادة. إذن هنا نجد أن منهجية أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه في الوصية أنه يذكر الأمر الموصى به، ثم يبين من الحكم في تشريعه الدافعة للقيام به على أحسن وجه وأطيبه. واضح؟ وهذا حقيقة أمر لطيف في الوصية، لأنه ليست القضية مجرد أن تقول للإنسان هذا أمر كلفت به فقامت الحجة عليه، بل أنك تريد أن يؤديه وأن يقوم بهذا الأمر وأن يكون من أهل الجنة. فلذلك نجد وهو يذكر لأولاده في هذه النصيحة يذكر الأمر ثم يذكر ما يحتف به من الأمور الدافعة لأدائه والقيام به. نعم. ثم صيام رمضان فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. إذن انتقل الآن إلى رمضان، الركن الرابع من أركان الإسلام، فأولها كلمة التوحيد، ثم أداء الصلاة، الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، ثم صيام رمضان. وعندما جاء في رمضان فإنه ربط به ما يسن من الأعمال، فذكر قضية الاعتكاف، وذكر قضية قيام الليل، وذكرت قضية حفظ اللسان
لأن حفظ اللسان يمتنع عن الطعام، فلا ينبغي أن يفطر بلسانه بالغيبة والنميمة. فجمع بين هذه الأمور بمعنى أنه ذكر الصيام وما احتف به من السنن التي تذكر إذا ذكر الصيام. نعم. ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه، أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه، فهذه عمدة فرائض الإسلام، عمد فرائض الإسلام وأركان الإيمان، حافظ عليها وسابق إليها. تحوز الخير العظيم، وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيع حقوق الله فيها وأوامره بها، فتهلك مع الخاسرين وتندم مع المفرطين. إذن الآن جمع فروض الأعيان لهم في هذه البداية، حيث ذكر الإيمان وذكر أركان الإسلام الخمسة، ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، ثم رغبهم في الالتزام بذلك وعدم التفريط فيه، وأن المترتب عليه الفوز بالجنة والنجاة من النار. نعم. واعلما أنكما إنما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو أصل الخير وبه يتوصل إلى البر، فعليكما بطلبه، فإنه غنى لطالبه وعز لحامله، وهو مع هذا السبب الأعظم إلى الآخرة، به تجتنب الشبهات وتصح القربات. فكم من عامل يبعده عمله من ربه ويكتب ما يتقرب به من أكبر ذنبه. وهذا بالرياء، إذا جاء الرياء فإنه ينقل العمل من الصالحات كما قلنا إلى الذنب، ويرد العمل كما قلنا بالرياء وبالمنة، إنسان يمتن. نعم. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع وكثيره يعلي ويرفع. كنز يزكو على كل حال ويكثر مع الإنفاق، ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. فاجتهدا في طلبه، واستعذب التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظب على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهما تؤثران، هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، يرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها وصحة عقودها وبياعاتها وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات،
والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت وحرمة وإن عظمت إذا خرج عن ولايته أو زال عن بلدته أصبح من جاهه عاريا ومن حاله عاطلا غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث صار ويتقدم إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار. وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. إذن بعد أن انتهى من فروض الأعيان فإنه أتى بقضية العلم وأثنى وبين ما لها من المكانة، ثم رغبهم في أن يكونوا من أهل العلم، وهي أن ينتقل الإنسان كما قلنا من أن يكون حاله التلقين إلى أن يدخل في التدبر والتفكر والتعلم، فهذه الأعلى. فإن لم يكن فليكن مرجعه إلى أهل العلم يأخذ منهم بقدر حاجته وضبط أحواله وضبط حاله تحقيقا للاستقامة. فهنا طبعا يرجع إلى العلماء، والكلام هنا عما يضبط حال الإنسان في باب عبادته وتعامله، فيرجع إلى العلماء. وما ذكره هنا ترغيبا لهم باتباع مذهب مالك لما كان في بلده وعموم بلاد المغرب، فإن مذهب مالك له شيوعه وانتشاره رحمة الله عليه وعلى جميع علماء الأمة. ولكن ما أشار إليه هنا في هذه المسألة، فإننا نقول لأبي الوليد الباجي رحمة الله عليه له ما اختار وله ما ذكر لولده، ويبقى أن المسلم هو بقدر ما يستطيع أن يعتمد في وأن ينظر إلى أهل العلم في من يربطه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بكتاب الله جل جلاله، فمن وجد معه الدليل أحق فيأخذه ويتبعه. نعم. ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد حفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. طبعا هذا الكلام يعني هو محل نظر وتأمل لما للإمامين الشافعي رحمة الله عليه وأبو حنيفة وأحمد رحمة الله عليه، ومما يسر الله عز وجل أن قرأنا في دورة العام الماضي مناقب الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي رحمة الله عليه، وهو كتاب نفيس وفيه أدب عظيم ومنهج حقيقة سديد في طريقة عرض مكانة العلماء والأئمة الذين جعل الله عز وجل لهم قبولا في الأرض وفي الناس. فكان يعني حقيقة من الهدف أن يقرأ مثل ذلك الأدب للعلماء حتى يتعامل الإنسان مع أهل العلم بحقهم وقدرهم، فيبقى تقعيده الأول وهو النظر إلى العلماء بالاحترام والتأسي بهم والنظر إلى أقوالهم، ويبقى ما ذكره هنا فهذا رأي له رحمة الله عليه. نعم. وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء متقويان به على فهم فساده وضعف شوهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولذلك أنكر جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل المنزلة والمعرفة به، خوفاً عليهم مما خوفتكما منه.
ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحظضتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحققا ضعفه وضعف المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن، رأيت مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ، وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. وهو يعني هذا منهج في التعامل مع العلم الذي لا ينفع فضلاً من العلم الذي يتأسس على أمر لا يقوم له قائمة بل يقوم على الباطل، فإن الإنسان الأصل فيه أن ينصرف عن ذلك، إلا من عنده قدرة لبيان الخطأ والزلل ويبين ذلك فهذا أمر آخر. ويحذر ممن ليست عنده هذه القدرة فإنه قد يقرأ ويريد أن يفهم ليرد، فإذا به يقع في تدخل عليه شبهة فيفسد إيمانه وفكره وعقله. وهذا حقيقة ما ذكره منهج لطيف في التعامل مع العلم الذي لا ينفع. نعم. وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله، وأطيعا من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنعا منها وتبذل الطاعة فيما سواها. إذن هنا الأمر بالمعروف وهذه الفريضة، ثم ثنى بالطاعة لولاة الأمر وقيدها بقضية أن يكون الأمر في المعروف لا في المعصية، وهذا هو الأمر بكل اختصار فيما يتعلق بهذا الأمر. ما أمر بالطاعة فلا بد أن يطاع فيها، فإن أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين، ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. وعليكما بأداء الأمانة، وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخون من خانكما، وأوفيا بالعهد فإن العهد كان مسؤولا. أوفيا الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال. وإياكما والعون على سفك دمي بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. واجتناب الزنا من أخلاق الفضلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب في الآخرة. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكما وشرب الخمر فإنه أم الكبائر والمجرئة على المآثم، وقد حرمها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وحسبكما بشيء يذهب العقل ويفسد اللب، وقد تركها قوم في الجاهلية تكرما، فإياكما ومقاربتها والتدنس برجسها، وقد وصفها الله تعالى بذلك وقرنها بالأنصاب والأزلام، فقال عز من قائل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال أنها من عمل الشيطان، فبين تعالى أنها من عمل الشيطان ووصفها بالرجس وقرن الفلاح باجتنابها. فهل يستجيز عاقل يصدق البارئ في خبره تبارك اسمه ويعلم أنه أراد الخير لنا منها حذرنا عنه مما يقربها أو يتدنس بها؟
وإياكم والربا، فإن الله تعالى قد نهى عنه وتوعد بمحاربة من يتوب من لم يتب منه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولا تأكلا مال أحد بغير حق، وإياكم ومال اليتيم. فقد قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام، فإن عدمتم الحلال فالجأ إلى المتشابه، وإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم مذموم الخلائق مبغض إلى الخلائق. وإياكم والنميمة، فإن أول من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات. وإياكم والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. وإياكم والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. وإياكم والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. وإياكم والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. وإياكم والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. وإياكم ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكم فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى، فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره. فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله تعالى أحوطهم لعياله. وروي: ما امرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وإياكم وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره وأول من يمقته ويتم عليه المشهود له. وإياكم والرشوة، فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع. وإياكم والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. وإياكم والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض. ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي. وإياكم والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه، إكرام الأخ لأخيه، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة. وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمصارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه. ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه.
فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر الدين، فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق كيف حيث كان، وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يحل يده عن تعظيمه وتوقيره. هذه حقيقة كلها آداب رفيعة يتحتاج إلى وقوف والتأمل فيها، يعني وهذا رقي حقيقة في إدراك مفهوم الأخوة والتلاقي والاجتماع، وأنه من أعظم أصول هذا الدين حقيقة، وأعظم الأصول الأولى في بني آدم هي الإيمان والاجتماع، ولذلك قال الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فالاختلاف طارئ والكفر طارئ، والأمر الأصلي في بني آدم اجتماعهم على التوحيد والإيمان. نعم. ولا يؤثر أحدكما على أخيه شيئاً من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه أو ينافسه فيه، ومن وسع عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله، وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرف به، فإن ذلك مما ترضياه به ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما، وإياكما والتنافس والتقاطع والتضابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما. ومن أسدى منكما إلى أخيه معروفا أو مكارمة أو مواصلة فلا ينتظر مقارضة عليها ولا يذكر ما أتى منها، فإن ذلك مما يوجب الضغائن ويسبب التباغض ويقبح المعروف ويحقر الكبير ويدل على المقت والضعة ودناءة الهمة. وإن أحدكما زل وترك الأخذ بوصية في بر أخيه ومراعاته فليتلافى الآخر ذلك بتمسكه بوصيته والصبر لأخيه والرفق به وترك المقارضة له على جفوته والمتابعة له على سوء معاملته، فإنه يحمد عاقبة صبره ويفوز بالفضل في أمره، ولا يكون ما يأتيه أخوه كبير تأثير في حاله. واعلم أني قد رأيت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدار أقام أحوالهم ورفع أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم، وقد رأيت جماعة كانت أقدارهم سامية وأحوالهم نامية، محق أحوالهم ووضع أقدارهم اختلافهم، فاحذرا أن تكونا منهم. ثم عليكم بمواصلة بني أعمامكما وأهل بيتكما والإكرام لهم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم والمشاركة لهم بالمال والحال والمثابرة على مهاداتهم والمتابعة لزيارتهم والتعاهد لأمورهم والبر لكبيرهم والإشفاق على صغيرهم والحرص على نماء مال غنيهم والحفظ لعيبهم والقيام بحوائجهم دون اقتضاء لمجازات ولا انتظار مقارضة، فإن ذلك مما تسودان به في عشيرتكما وتعظمان به عند أهل بيتكما، وصلا رحمكما وإن ضعف سببها وقربا ما بعد منها، واجتهد في القيام بحقها وإياكما والتضييع لها. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحب النسأ في الأجل والسعة في الرزق فليصل رحمه. وهذا مما يشرف به ملتزمه، مما يشرف به ملتزمه ويعظم عند الناس معظمه. وما علمت أهل بيت تقاطعوا وتدابروا إلا هلكوا وانقرضوا، ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا إلا نموا وكثروا، ويورك لهم فيما حاولوا وبورك لهم فيما حاولوا. ثم الجار عليكما بحفظه والكف عن أذاه والستر لعورته والإهداء إليه والصبر على ما كان منه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعلما أن الجوار قرابة ونسب، فتحببا إلى جيرانكما كما تتحببان إلى أقاربكما، ارعيا حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم، وأحسنا إلى فقيرهم، وبالغ في حفظ غيبهم، وعلما جاهلهم. ثم من علمتما من إخواني وأهل مودتي فإنه يتعين عليكما مراعاتهم وتعظيمهم وبرهم وإكرامهم ومواصلتهم. فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
ثم إخوانكما عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق والتجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار، وإياكما أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة تمسح الصنيعة وتعيد الأفعال الرفيعة وضيعة وتقلب الشكر ذما والحمد مقتا. ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد، فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله. وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واقتبضت بالكف عن المقارضة. ولا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير. وانتظر الفرج، فإن انتظار الفرج عبادة، وعلق رجاءكما بربكما وتوكل عليه، فإن التوكل عليه سعادة. واستعين بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب، وحزب لا يغلب، وجند لا يهرب. وإياكما أن تستحيل عن هذا المذهب أو تعتقد غيره أو تتعلق بسواه، فتهلك وتخسر الدين والدنيا. وربما دعوتما في شيء فنالكما مع الدعاء معرة أو وصلت إليكما مضرة، فازدادا حرصا على الدعاء ورغبة في الإخلاص والتضرع والبكاء، فإنما نالكما من المضرة بما سلف من ذنوبكما واكتسبتماه من سيء أعمالكما. ومع ذلك فالذي ألهمكما الدعاء ووفقكما لا بد أن يحسن العاقبة لكما، وقد نجاكما بدعائكما عن الكثير وصرف به عنكما من البلاء الكبير. وإذا أنعم عليكما ربكما بنعمة فتلقياها بالإكرام لها والشكر عليها والمسامحة فيها، واجعلاها عونا على طاعته وسببا إلى عبادته. والحذر الحذر من أن تهينا نعمة ربكما فتترككما مذمومين وتزول عنكما ممقوتين روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم. وإياكما أن تطغيكما النعمة فتقصر عن شكرها أو تنسيا حقها أو تظن أنكما نلتماها بسعيكما أو وصلتما إليها باجتهادكما، فتعود نقمة مؤذية وبلية عظيمة. وعليكما بطاعة من والله الله أمركما فيما لا معصية فيه لله تعالى، فإن طاعته من أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به ممن عاداكما. وإياكما والتعريض للخلاف لهم والقيام عليهم، فإن هذا فيه العطب العاجل والخزي الآجل، ولو ظفرتما في خلافكما ونفذتما فيما حاولتما لكان ذلك سبب هلاككما لما تكسبانه من المآثم وتحدثان على الناس من الحوادث والعظائم. ثم من سعيتما له ووثقتما به لا يقدم شيئا على إهلاككما والراحة منكما، فإنه لا يأمن أن تحدث عليه ما أحدثتما له وتنهضان بغيره كما نهضتما به. فالتزم الطاعة وملازمة الجماعة، فإن السلطان الجائر الظالم أرفق بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والألسنة. كم يحتاج الناس إلى مثل هذه الوصايا والله والتأمل فيها، وهي قضايا كل منها له قيمته ويحتاج إلى وقفة تأمل والإفادة منه. نعم. فإن رابكما أمر ممن ولي عليكما أو وصلت منه أذية إليكما فاصبرا وانقبضا وتحيلا لصرف ذلك عنكما بالاستنزال والاحتمال والإجمال، وإلا فاخرجا من بلده إلى أن تصلح لكما جهته وتعود إلى الإحسان إليكما نيته. وإياكما وكثرة التظلم منه والتعرض لذكره بقبيح يؤثر عنه، فإن ذلك لا يزيده إلا حنقا وبغضة فيكما ورضا بإضراره بكما. أنا أقول هذه والله من أكبر الأشياء التي الآن الناس يحتاجون إليها، وأن تشيع بينهم وأن يتبين ما هو دور العلماء وما هو يعني هذا العلم الشرعي، كيف يوجد في الناس عدم الفرقة وعدم التشتت وعدم الإثارة إلى غير ذلك من الأمور، مما ينقل الناس يعني من حال إلى حال أسوأ ولا يزيدهم إلا سوءا. نعم.
وابدأ بعد سد هذه الأبواب عنكما بترك منافسة من نافسكما ومطالبة من طالبكما، فإنه قد يبدأ بهذه المعاني من يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظور ولا يتشبث منها بمكروه، ثم يفضي الأمر إلى ما لا يريده ولا يعتمده من مخالفة الرئيس الذي يقهر من ناواه ويغلب من غالبه وعاداه. وإن رأيتما أحدا قد خالف من ولي عليه أو قام على من يسند أمره إليه فلا ترضيا فعله وانقبضا منه وأغلق على أنفسكم الأبواب واقطع بينكما وبينه الأسباب حتى تنجلي الفتنة وتنقضي المحنة. وإياكم والاستكثار من الدنيا وحطامها، وعليكم بالتوسط فيها والكفاف الصالح الوافر منها، فإن الجمع لها والاستكثار منها مع ما فيه من الشغل بها والشغب بالنظر فيها يصرف وجوه الحسد إلى صاحبها والطمع إلى جامعها والحنق على المنفرد بها. فالسلطان يتمنى أن يزل زلة يتسبب بها إلى أخذ ما عظم في نفسه من ماله، والفاسق مرصد لخيانته واغتياله، والصالح ذام له على استكثاره منه واحتفاله، يخاف عليه صديقه حميمه ويبغضه من أجله أخوه شقيقه، إن منعه لم يعدم لائما، وإن بذله لم يجد راضيا. ومن رزق منكم مالا فلا يجعله في الأصول إلا أقله، فإن شغبها طويل وصاحبها ذليل، وهي ليست بمال على الحقيقة. إن تغلب على الجهة عدو حال بينه وبينها، وإن احتاج إلى الانتقال عنها تركها أو ترك أكثرها. ومن احتاج منكما فليجمل في الطلب، فإنه لا يفوته ما قدر له ولا يدرك ما لم يقدر له. وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبد الصالح ابنه في مثل هذا، فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما، وتحريا البعد منه ما أمكنكما، فإن البعد منه أفضل من العز بالقرب منه، فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن، وخائن لا يؤمن، ومسيء إن أحسن يخاف منه ويخاف بسببه، ويتهمه الناس من أجله، إن قرب فتن وإن أبعد أحزن، يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكثر لائموك إذا منع، ويقل شاكروك إذا شبع. فهذه حال السلامة معه، ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده. فإن امتحن بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة، فليتقلل من المال والحال، ولا يغتب عنده أحداً، ولا يطالب عنده بشراً، ولا يعصي له في المعروف أمراً، ولا يستنزل إلى معصية الله تعالى، فإنه يطلبه بمثلها ويصير عنده من أهلها، وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقته في الباطن. ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة وأتمهم جاها وأعلهم من منزلة، فإن تلك حال لا يسلم صاحبها، ودرجة لا يثبت من احتلها. وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة، لا تهتضم من دعه ولا ترمق من رفعة. ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد، ولكنه يخاف النقص، والدرجة الوسطى لا يرجو الازدياد، وبينها وبين المخاوف حجاب. فاجعلا بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما ويرجوها الصديق لكما، ولا يطلب أحدكما ولاية فإن طلبها شين، وتركها لمن دعي إليها زين. فمن امتحن بها منكما فلتكن حاله في نفسه أرفع من أن تحدث فيها بأوى أو يبدي بها زهوى، وليعلم أن الولاية لا تزيده رفعة، ولكنها فتنة ومحنة، وأنه معرض لأحد أمرين: إما أن يعزل فيعود إلى حالته، أو يسيء استدامة ولايته فيقبح ذكره ويثقل وزره. وإن استوت عنده ولايته وعزله كان جديرا أن يستديم العمل فيبلغ الأمل، أو يعزل لإحسانه فلا يحط ذلك من مكانه. وأقل ممازحة الإخوان وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم، فإن الأعداء أكثر ممن هذه صفته، وقل من يعاديك ممن لا يعرفك ولا تعرفه. فهذا الذي يجب أن تمتثلاه وتلتزماه، ولا تتركاه لعرض ولا لوجه طمع، فربما عرض وجه أمر يروق فيستزل عن الحقائق بغير تحقيق، وآخره يظهر من سوء العاقبة ما يوجب الندم حيث لا ينفع، ويتمنى له التلافي فلا يمكن. فإن فقدتما وصية هذه ونسيتما معناها، فعليكما بما ذكر الله تعالى من وصية لقمان لابنه
فإن فيها جماع الخير، وهي: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله يحب كل لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض في من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإني لأوصيكما وأعلم أني لن أغني عنكما من الله شيئا، إني إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا، وهذا من فضل الله أن قرأنا الوصية كاملة، وكان يعني الأمنية أن يكون هناك بعض التعليق على هذه الوصية حقيقة النافعة الماتعة التي احتوت على أمور عظيمة نشعر أن الحاجة إليها كبيرة جليلة، وهي تؤكد ما ذكرته في أول اللقاء على أن العلم إذا كان مرتبطا بالكتاب والسنة فليس هناك وقت للانتفاع به، بل الانتفاع به يكون في كل وقت، قرب الزمان من كاتب هذا العلم أو بعد الزمان، ما دام معتمدا على الكتاب والسنة فالحاجة إليه باقية. فأسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا، وأن يغفر لأبي الوليد وأن يرفع درجته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.